يؤكد الكاتب عندليب فرازي صابر في مقال له بموقع ميدل إيست آي أنه من الصعب تحديد وقت وصول اليمنيين إلى أديس أبابا، خاصة في الوقت الذي لم تكن فيه المعاملات الورقية ولوائح السفر صارمة كالآن. ويضيف الموقع أو الكاتب أن أول رواية موثقة عن الوافدين اليمنيين كانت للشيخ سعيد أحمد قائلاً إنه كان في أديس أبابا منذ عام 1903 وقبيل وفاته عام 1913 أصدر الإمبراطور ميليك الثاني مرسوما يأمر غير الأثيوبيين بتسجيل بلدهم الأصلي عند وصولهم. وختم الكاتب مقاله بأن الجالية اليمنية استمرت في الازدهار خلال السنوات الأخيرة، حيث تعلم العديد من الشباب التحدث باللهجة اليمنية الأصيلة وكذلك بالأمهرية اللغة الوطنية لأثيوبيا. ومع ذلك كان التمسك بالجذور بالنسبة لليمنيين في أديس أبابا أمرا ضروريا.